ستعد رحلة المريخ 2022 من أعظم رحلات الفضاء ذهاب بلا عودة، هكذا تلقب رحلة المريخ 2022، وهي تعد أول رحلة بشرية للكوكب الأحمر. وقد عزمت الشركة الهولندية ماريس ون أن تطلق رحلة فريدة من نوعها بتكلفة مالية تقارب 7 مليار دولار. أهلا بكم، وأنا ياسر عبدو من حصريات توداي. في الحلقة دي هنتكلم على رحلة المريخ، أعظم رحلات الفضاء. ولو أنت جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. تهدف شركة ماريس ون الهولندية من وراء رحلة المريخ 2022 أن تنشئ مستعمرة بشرية تستقر على الكوكب الأحمر، ولذلك تم تلقيبها بذهاب بلا عودة. وقد طرحت هذه الفكرة في عام 2011 من قبل علماء الفضاء الأمريكيين والكنديين والإيطاليين والهولنديين، ولذلك قامت ماريس ون ببدء تجهيز المعدات والأدوات اللازمة للرحلة، وتعتزم إطلاق مكوك فضائي في منتصف 2018 لقياس قدرته على الهبوط والعودة بسلام. وقد وضعت تكلفة مالية للرحلة الأولى من هذه الرحلات بقيمة تقارب 7 مليار دولار، وباقي الرحلات بنصف هذه القيمة. ونظرا لعدة عوامل وأسباب مختلفة من المهام، المسافرين ومستعمراتهم السكنية وقدرتهم على العيش، وطول مدة الرحلة الذي يصل 8 أشهر، كل هذا وأكثر جعل من رحلة المريخ 2022 أحد أعظم رحلات العالم. ونحن هنا سنتعرف على جميع العوامل بكل تفصيل. وضع الخطة علماء من جميع دول العالم. بدأت خطة رحلة المريخ 2022 في 16 أبريل عام 2011 عندما اجتمع بعض علماء الفضاء الشهيرين من شتى الدول الأوروبية. فقد جاء مجموعة من الولايات المتحدة ومجموعة من إيطاليا ومجموعة من بريطانيا وكندا وهولندا. وقد تم وضع الخطة بناء على التكلفة المالية التي ستتجاوز 6 مليار دولار أمريكي، والجدول الزمني والمعدات والأدوات اللازمة للسفر. وقد قامت شركة ماريس ون الهولندية بتولي زمام الأمور، وأسست شركتها الخاصة بتلك الرحلة، وشرعت في وضع الأساسيات وتجهيز المركبات والمعدات لتيسير سير العملية، وقامت بطرح إعلان على الإنترنت تطلب أعدادا من المتطوعين لرحلة المريخ 2022. وقد تقدم لهذا العمل مئات الآلاف من البشر. وتدرس الشركة الهولندية إرسال المكوك الفضائي الأول لها للمريخ بغرض دراسة الوضع وتقييم الحالة على سطح الكوكب. ومن المقرر أنه سافر هذا المكوك في منتصف عام 2018، وسيكون المكوك خالي من الأشخاص، بل يوجه إلكترونيا، وذلك لقياس مدى قدرته على الهبوط والعودة بسلام من وإلى كوكب المريخ. تقدم إلى رحلة المريخ 2022 ما يقرب من 200,000 متطوع، ما جعل رحلة المريخ أحد أعظم رحلات العالم. هو كمية عدد متطوعين للرحلة والذي قرب 200,000 شخص. وبعدما وضعت الخطة الزمنية للرحلة، قامت شركة ماريس ون في عام 2013 بوضع إعلان على الإنترنت بهدف انضمام العدد الكافي من الناس للرحلة. وقد اشترطت الشركة أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 40 عام، ولديه قدرة بدنية وذهنية لا بأس بها، بل بجانب خلوهم من أي أمراض مهما كانت. وأخيرا اختبار قدرتهم على التكيف في البيئة القاسية والمناطق الوعرة. وبعد انتشار الإعلام بعدة أشهر، تقدم للرحلة ما يقرب من 200,000 شخص من جميع أنحاء العالم. وبعد الكشف عليهم في مقرات الشركة والتأكد من صحتهم ومناسبتهم لهذا الأمر، تم اختيار الأفضل من بينهم، وهم 100 شخص. وهذا التقلص والانتقاء الرهيب يدل على أهمية وشدة هذه الرحلة، والذي يجعلها أحد أعظم رحلات العالم. وستقوم الشركة أيضا بتقليص هذا العدد ليصبح 24 شخص، وهذا هو العدد محدد من ذي قبل. ومن الجدير بالذكر أن من ضمن 100 الذي اختارتهم ماريس ون يوجد شخصين عربيين، الأول من مصر ويدعي محمد سلام ويبلغ من العمر 35 عام، والثاني من العراق ويسمى نجيب المهندس وهو على مشارف 40 من عمره. وقد قسمت القائمة بالتساوي بين الرجال والنساء، تقسيم المسافرين ومهامهم الرئيسية. قالت شركة ماريس ون إنها ستصفي كمية المتقدمين للرحلة إلى 24 شخص فقط، حيث أن رحلة المريخ 2022 هي رحلة تجريبية أولية، لا يعلم هل سيعود من بها إلى الأرض مرة أخرى أم لا. عامة ستقسم الشركة الـ 24 إلى 6 مجموعات، كل واحدة منها تضم 4 أشخاص،
ستوالى إرسالهم للكوكب الأحمر مع نهاية الربع الأول من القرن 21. وذكرت الشركة أن اختيار المجموعة الأولى سيتم من قبل الناس في جميع أنحاء العالم، وذلك لأهميته ولكي يشارك العالم أجمع في هذا الحدث الفريد. وبعد وصول المجموعات المحددة إلى الكوكب وتوزيعهم على المستعمرات الخاصة بهم، سيشرع كل واحد منهم في تنفيذ المهام الموجهة إليه، وهي بداية تجهيز المستعمرة الخاصة بكل واحد حسب ما يشاء، ولذلك لكي يستريح في معيشته. ثم بعدها سيقومون بعمل بيوت من الزجاج لكي يتم الزراعة فيها، ثم يزاولون مهامهم العادية التي كانوا يفعلونها على سطح الأرض، مثل ممارسة الرياضة والهوايات المفضلة ومشاهدة التلفزيون واللعب وتناول الطعام وغيرها من الأشياء المعتادة. المستعمرة التحضيرية الغير عادية. من ضمن أسباب عظمة رحلة المريخ هي المستعمرات التحضيرية التي أنشأت على سطح الأرض، وتسمى هذه المستعمرات ألفا، وقد أنشأت في مكان بعيد تماما عن الأحياء السكنية، والهدف منها هو تدريب الأشخاص المسافرون على ما سيقومون به على سطح كوكب المريخ، وستستمر عملية التدريب لستة أعوام على الأقل. والمستعمرة ألفا مكونة من 8 منازل إلكترونية لكي يسكن بها هؤلاء الأشخاص ويمارسون حياتهم المعتادة بجانب الإضافات التي أضيفت للرحلة فقط. ويوجد أيضا أماكن للأبحاث والنظريات التي سيقوم بها علماء الفضاء، وهذه المستعمرة تشبه تماما ما ستنشأ على سطح كوكب المريخ. وعند الصعود للكوكب سيتم إنشاء مستعمرة مكونة من 4 منازل إلكترونية بمجموع 1000 متر، أي كل منزل منهم مساحته 250 متر تحديدا. وستكون هذه المستعمرة متصلة بالمنازل، ولا يوجد سوى حاجز بسيط لإحكام خصوصية كل فرد من المسافرين، وهكذا في باقي المجموعات. ولذلك تعد المستعمرات ككل هي أعظم ما في رحلة المريخ 2022. تكلفة رحلة المريخ ومدتها المتوقعة. بعد دراسة كل النقاط لكي تتم رحلة المريخ بأكمل صورة موضوعة لها، اتضح أن التكلفة المالية للرحلة تقارب 7 مليار دولار أمريكي، وذلك نظرا للمركبات والمعدات والأدوات اللازمة للرحلة ككل. وهذا المبلغ الكبير هو للرحلة الأولى فقط، أما باقي الرحلات فستكون بنصف المبلغ تقريبا. ومما لا شك فيه أن هذه الرحلات ذات تكلفة عالية لا مثيل لها من قبل، ولكن هذا لنظرا لأنها رحلة الغرض منها إقامة مستعمرة بشرية، مما يجعلها تتكلف هذا المبلغ الكبير من المال. ويقول خبراء الفضاء أن مدة انتقال المسافرين من الأرض إلى سطح كوكب المريخ سوف تستغرق قرابة 17 شهر، وهم يحاولون أن يرسلوا المكوك الأول عند أقرب نقطة يلتقي بها كوكب المريخ بالأرض، وهي تكون كل 4 أعوام. والالتقاء الحالي كان في منتصف عام 2018، ولذلك سترسل مارس 1 رحلتها التحضيرية في هذا الوقت، والالتقاء الثاني سيكون في عام 2022، وهو موعد رحلة المريخ الأولى كما هو مقرر لها. وأخيرا يجب عليك معرفة أن مع كل هذا فإن هذه الرحلة سميت بذهاب بلا عودة، وذلك لعدم قدرة الوكالة على استرجاع الناس مرة أخرى، ولذلك سيبدأ الناس بالموت في اليوم 68 تقريبا. وبكده النهاردة نكون اتكلمنا على رحلة المريخ 2022، أعظم رحلات الفضاء. وكالعادة لو في أي موضوع محيرك دوفه في تعليق تحت الفيديو وهنجاوبك عليه، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير.